مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نبدأ لكم الدرس ديال اليوم بأجوبة على السايبيسي. لاحظت بأن الناس بزاف تاع الناس اللي فرحوا ليها، حتى أنا راه كنت كنتسنى، حيت السايبيسي كما قلت لكم ميمكنش، كون كنت كتخدم باتروناج كون درتها لكم على جيب، ولكن ملي كتخدم في التوب بليسي راه خصني حتى يكون عندي التوب بليسي باش نشرحها لكم. بون مزيان، راه جات مناسبة باش شرحت لكم السايبيسي. إذا التساؤلات اللي تطرحات على السايبيسي، أول سؤال أنه واش ممكن ما نديروش لاستيك؟ بالطبع راس ديال لاوت كوتور ما درتش فيها لاستيك، درتها سيغ مزيور. عرفتوا بأن لاوت كوتور كتبغي لي مزيور يكونوا إكزاكت، دونك هذه هي ديال لاوت كوتور اللي درت للدريات ديال الموديليزم، راه هي هذه. هذيك اللي وريتكم راه درتها للسيدات والبنات اللي متبعين عندي البلدي. الوغ هنا لاوت كوتور راه كنديروها سيغ مزيور. إذا أشنو الفرق؟ دائما التوب غادي يكون بليسي بحال التوب اللي وريتكم، نفس وقضية أسئلة على التوب. بالنسبة للصايب بليسي باش كتعجبني بزاف أنها كدار في جميع الأتواب، هي كتقبل جميع التوابات. بغيتو ديروها دومي سيزون، بغيتو ديروها ديال الصيف في لاموسلين، بغيتو ديروها في ديال البرد في التوب مقطن، ماشي مشكل. كاباردين كتجي حتى في الكاباردين، التوب ديال البرد كتجي في جميع الاثواب، راه كتجي فيهم. هذاك التوب اللي شفتو هذاك راه كنسميوه ثاني حنا في البلاد عندنا فالونتينو، راه مالي السوق هما اللي كيعطيو السميات ماشي حنا، كيسميوه فالونتينو. راه مشينا عليه بان فالونتينو، راه عندنا التوب سميتو سامحيني، عندنا التوب سميتو شوميشه، عندنا راه السوق كيبغيو يمشيو مع العقليه ديال النساء، كيبيعوا يشريو مع العقليه ديال العيالات. فين ما كتتفرج المراه في شي فيلم تركي راه حنا التوب كيخرج عندنا بهذاك الاسم ديال البطل ولا البطل. بون اذا بالنسبه للتوب ديال لاجي بليسي، احسن توب اللي كنقول انا بالنسبه لاجي بليسي هو الكريب. هذا سي تان فريمون تيسو ديال الكريب، ولكن عندنا كل كريب راه فيه بزاف تاع الاشكال. كاين كريب موسين، كاين كريب ساتان، كاين كريب كوتون، كاين كريب سوا، كاين بزاف تاع الاشكال. ديروا الكريب اللي يعجبكم. المهم انا درت بليزيوغ جي بليسي ليا في كريب حرش، محرش شويه يعني. ديروا نتوما الكريب اللي بغيتو، راه لا جي بليسي كطيح في الكريب مزيان. اذا دائما التوب خصني ندفعو تبليسه في كلتا الحالتين، يكون لاوت كوتور ولا يكون بلدي ولا يكون بلاستيك ولا بلا لاستيك، التوب خصو تبليسه. كاين اللي قالت لي استاذ علمينا كيفاش نبليسيو في الدار، ما عنديش بوغ لو مومون لو ماتيريال كي الفو، منين نوجد راسي ونشري الماتيريال اللي خاصني يا بنتي راه غنوريكم كيفاش ديروا البليسي في الدار عندكم بلا ما تقلبوا. حيت راه كيما قلت لكم راه حتى حنا عندنا مشكل ديال البليساج، واحد المحل كاين في البرنس هو مسكين اللي كان كيدير ليا البليسي للدريات وبثمن بسيط، حيت انا كنت مشيت عنده طلبتو داكشي وصيتو على الدريات ديالي حيت هما شلوح وانا شلحه، هضرت معاهم بالشلحه وقلت لهم ودي التلميذات ديالي يلاه كيتعلموا، راه هما راه من حي شعبي خصكم ديروا لهم ثمن مناسب. كانوا 80 درهم كيبليسيو لينا 4 متر ديال الثوب ب 80 درهم، ولكن سدوا. ملي سدوا دابا حنا كنتعاملوا مع واحد السيد، ولكن راه ماشي شي بليس سينيس زعما متقول مزيان شويه ناقص. الوغ اذا هنا الصايب بليس شنو الفرق ما بين بلاستيك ولا بلا لاستيك؟ راه لاحظتوا بان بلاستيك مشينا مع دوره الويرك، دوره الويرك زائد 6 هي اللي درنا في الحزام، دوره الويرك زائد 6 هي اللي درنا في الحزام. هو نورمالمون الحزام اش خصو يكون فيه؟ خصو يكون فيه دوره الحزام، دوره الحزام. وبحال واحد البنيه عندي كتسول على واش بانسا ولا ما بانساش، هنا ما كاينش، ما تهضروش على لي بانس، هنا ما كاينش لي بانس، حيت حنا الصايا بليسي ما غاديش ننطلقوا من الصايا الاساسيه اللي فيها لي بانس، لا غنطلقوا من توب بليسي، توب بليسي سنتيم والطباشير والفنيس، هادشي اللي غتخدم فيه صافي. وتبقاو تجمعوا، غتبقاو تجمعوا تجمعوا تجمعوا. شوفوا هنايا حيت البلي درنا فيه 3 سنتيم في العرض، درنا فيه 3 سنتيم في العرض، هنا في لاطاي راه درنا فيه غتولي فيه عيج جوج، شفتوا راه بدينا كنقصوا 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 وكنديروا عيج جوج جوج، يعني سنتيم
كلها تحيدات من العرض ديال البليه تحيد في لاطاي باش بقى ليا دوره الحزام صافي. والصنطه الثانيه غديروا فيها ثاني دوره الحزام، هذه راه فيها دوره الحزام، شفتوا هذه الصنطه فيها دوره الحزام، ما خصكم تزيدوا فيها والو، خصها تكون مضبوطه. غير واحد القضيه ديال لا فينيسيون ديال التلاقيه، هنا كنخلي كنسد ثاني كما قلت لكم في الثوب، راه الخدمه اللي درنا في الثوب هي درنا بابيسوا، قلت لكم انا راه بابيسوا هو اللي كيقرني الاستاذ ديالي هو البابي سوا. اذا هنا ثاني اش درت، درت الخياطه ثاني لداخل ديال البلي، لداخل ديال التبطين ديال البلي، لداخل ديالو داخل باطن الطيه، باطن الطيه هي اللي خليت فيها. اذا هنا راه ما تحتاجوش ثاني في الصايب بليسي ديروا مثلا السلسله ولا لا، ما تحتاجوش السلسله في الصايب بليسي. علاش؟ حيت كتسد الراسه، شفتوا ها هي مسدوده الراسه. غير هنا في السنطه خصكم ديروا هذا العرض ديال البليه، العرض ديال البليه ديروه تزيدوه في السنطه الفوق باش ملي غتسدوا عليها غتسدوا بحال هكا وكتجي غير الكماله ديال البلي. شوفوا مزيان راه كيجي البلي ديالكم غير كامل، شوفوا راه ما كتبانش فين كاينه الخياطه ما كتبانش. اذا هنا راه عندي سور مزور، ما عنديش لاستيك، عندي سور مزور صافي. على ما اظن راه فهمتوا. اذا هنا من الصايب بليسي غنمشي لكم لواحد القضيه اللي دواو عليها بعض الناس، ولكن انا ما كنتش بغيت نجبدها لكم دابا، قلت بلاتي بلاتي تتولفوا لي شويه لاوت كوتور وتمشيو معايا عاد نهضر لكم عليها. اللي بغيت نهضر لكم عليه هو لا مينياتور. لا مينياتور هما الدروس اللي درتو في الورقه الكبيره كديروا التصغير ديالهم باش يدخلوا لكم في الكلاسور. هذا كلاسور ديال التلميذه، ها نتوما كتشوفوا كلاسور ديال التلميذه، الدرس ديال المقاييس ها هو، هو هذا هذا الدرس مكتوب، وها هما المقاييس هنايا بالمكان. هنا الدرس ديال الصايه الاساسيه شوفوها ها هي، ولكن دابا راه ما غاديش ندير لكم الدرس ديال ما غاديش نوريكم لا مينياتور كيفاش غديروا ليها، كنعطيكم غير فكره. من بعد هذا غندير لكم درس خاص في لا مينياتور التصغير، التصغير ديال الدرس. شفتوا هذه راه الصايه ديال اربعه اطراف ها هي، وها الدرس ديالها مكتوب هنا. ثاني الصايه العشره ديال الاطراف. هذه راه ما درتهاش لكم الصايه كلوش، الصايه كلوش يعني الصايه اون فورم ولا كلوش، ما درتهاش لكم. هنايا الصايه فكره ديال الصايه بليسي كيفاش كتخدم باش يقدروا الدراري يصاوبوا لي البليسي، اما راه ما عندهاش باتروناج غير باش يصاوبوا لي البليسي في البابيسو. وهذه راه الصايه بالبلي بلا اللي قريتكم، شفتوا هنا كلشي الدروس كيكونوا في الكلاسور. هنا راه الكورساج، شفتوا ها الكورساج حتى هو هنا كورساج بدون بنسا ها هو، شفتوا دابا هذا كلاسور ديال التلميذه خديته من عندها باش نوري لكم. هنا غير داك اللي وريتكم بالكارتون درته داروا هما في ورق باش ياكلوا عليه. عاد هنايا بالنسبه لهذا الموديل اللي كنا خدمنا قبل قصه الاميره، راه هو الدرس ديالها مصغر صغير، هذا الدرس اللي خدامين فيه حاليا، وهذا الدرس اللي غيجي من بعد. المهم هنا ومن بعد غيجيو لكم. هنا هذه حتى بغيت نهضر لكم عليها هما لي بوين بليد، الخياطه بليد. شتو راه خصني نوريكم هاد لوغلي، هذا خصني نوريكم بوين باتي، نوريكم بوين اغيير، نوريكم بوين ماشين، نوريكم بوين رونفيرسي ولا غاباتمون، نوريكم بوين شوسون، ونوريكم ثاني لوغلي اللي كيكون ها هو لوغلي اللي كيكون تحت ديال الصايه ها هو، حيت كيكون مدرك بالسورجي كيطلع فوق منه السورجي، ها هو لوغلي شتو ديال الصايه. اذا هادو حتى هي راه غادي ندير واحد الحصه تكونوا موجدين الطرف ديال الثوب ديال لاطوال باش نعلمكم هاد لي بوين ان شاء الله. شفتوا الكارتون ديال لا مينياتور اللي الكارتون اللي خدمته راه كيتخدم حتى في لا مينياتور باش تقدروا تصاوبوا الموديلات الاخرين، ها الكارتون ديال لا مينياتور ديال التلميذه. الوغ من بعد كاين شي واحد السؤال اللي تطرح ليا بليزيوغ فوا بغيت باش نقول لكم باش تعالجوه، هو انه الا كان عندنا طول الامام وطول الظهر ماشي قد قد راه ما غاديش يجيو هما هذوك في الخياطه. لا غيجيو هما هذوك، لان علاش؟
لان الموديل بما انه كيتخيط الموديل كيتخيط بياسه مع بياسه من الكتاف ومن الجانب، خص غير الجانب يكون مع الجانب قد قد، الجانب مع الجانب يكون قد قد، والكتاف يكون مع الكتاف قد قد، ماشي الطول، ماشي المشكل في الطول، خص حكا الطول يكون قد قد، لا واخا يكون الطول ديال هذا كبر من هذا ولا الطول ديال الظهر هو اللي كبر ولا ماشي، ما غيكون حتى مشكل في الخياطه، بما اننا كنلاقيو الكتاف مع بعضياتهم والجوانب مع بعضياتهم، وهذا هو الريكلاج اللي كنتكم خصكم ديروه. اذا حيدوا هذه الفكره من دماغكم، راه ماشي صحيحه. دونك ندخلوا دابا نكملوا الخدمه ديالنا ديال الدرس اللي فات اللي كنا خلينا بابي سون. الوغ انا هنا راني ثاني خدمت، راه بقيت خدامه ثاني البارح حتى 3 ديال الصباح باش نقدر نوجد لكم هذه الخدمه هذه. الوغ هنا كناخذوا الدرس اللي كنا خدمناه كما العاده ونغولوفيو البياس، كنغولوفيو كل بياسه بوحدها. اذا هنا راه غولوفيت هاد البياسه هادي بوحدها ها هي. اذا هنا كنغولوفي هادي، وبيان سور راه خديتها بداك البودي اللي كنت درت ليها، عقلتو على كلمه لي بودي، ها هي هادي هي هادي، ودرت معاها طرف اخر باش ولاو عندي جوج، ها هما جوج، وكتبت الجانب حيت هاد البياسه اللي مكتبتوش الجانب في البلاصه ديال الجانب راه تقدروا تغلطوا، خص يكون الجانب مكتوب عليه الجانب، شفتوا؟ الوغ من بعد تاني خصكم تاخذوا ليا هاد البياسه هادي ديال الوسط، يعني الطرف رقم 2 ها هو، راه هو هذا، ومرد البال عندكم رقم 2 رقم 2 خصكم تكتبوا فيه الفوق باش تفرقوا ما بين الفوق وما بين التحت، كتبوا عليه الفوق، شفتوا؟ هذه راه هي هذه ثاني، هو مسدود بما انه مسدود، ها هو درت ليه بحال هكا باش عطاني الوسط ديال الامام كله، شفتوا؟ مسدود. الوغ من بعد رولوفي الثاني، هاد البياسه هذه الفوقانيه راه هي هذه، ولكن هي راها خيطتها ولكن راه غتبان لكم. فوالا خيطتها باش الأغونسي خيطتها. إذا هاد البياسة هادي راه هي هادي، هاهي خديتها وخديت ليها تاني جوج جوج سنتيم ديال الخياطة، إلا هنا جيت التبطين، جيت التبطين منديرش جوج سنتيم ديال الخياطة حيت التبطين أصلا راه خياطة، ولكن عندكو كلها دايرة بجوج جوج جوج سنتيم، إلا في هاد الجانب هذا هو اللي مغنديرش فيه جوج سنتيم، الكتف جوج. التقويره ديال لونكولور حتى هو خصني ندير فيه جوج سنتيم ديال الخياطه، وناخذ ثاني جوج بياسات ها هما، راه خديتهم جوج بياسات، شفتهم جوج بياسات. الوغ ملي كملت خديت ثاني هنايا تبطين ديال الامام، تبطين هذا راه حيت لصقتهم، تبطين ديال لومونشور وكتبت عليه الامام، عندكم تكتبوا عليه الامام ديال الامام، تكتبوا عليه الامام وتكتبوا الكتف، كتبوا الكتف ولا كتبوا الكتف والجانب بحال بحال، المهم خصكم ترشموه باش ما يتغلطش لكم اللي تبغوا تمونطيو. وهذا راه ديال الظهر حتى هو غولوفيتو، راه حيت خيطتهم مع بعضياتهم. اذا هنا ملي كنغولوفي كلشي هادشي ديال الامام كنمشي للظهر وناخذ الثاني. راه عندكو شوفوا راه كيمحلني بابيسوا، ولكن راه قلت لكم بان الاستاذ ديالي هو بابيسوا، الاستاذ ديالي هو بابيسوا، كندير بابيسوا وكنعاود نشوف والمونطي ونشوف الموديل، ما عمري ما درتو، كنشوفو من الكتالوج كنخدمو كندير لي باكوراج وكنديرو بابيسوا ونشوف ونشوف، جا هو هذاك هو هذاك، ما جاش هو هذاك نغير داكشي اللي ما ماشي هو هذاك، كنصح وكنصحح ونمونطي ونصحح. إذا هنا ثاني راه خديت الظهر، هانتوما الظهر خديتو حيت خيطت البانسا، خديت الظهر ثاني حيت الظهر بياسة وحدة، وبيان سيغ البانسا راه مكايناش ديال الظهر، مكايناش ديال الكتف، بغيت نقول ديال الكتف مكايناش، هنا الظهر ساهل عندي، أنا خديت البياسة ديال الظهر وزدت لي كوتور بيان سيغ لوغلي دائما لا، جوج جوج سنتيم في الجانب، جوج جوج سنتيم في لومونشور، جوج جوج سنتيم في الكتف، جوج سنتيم في لونكولور.
والبانسا ملي كناخذها راه كنبدا في الخياطه كنبدا بالبانسا هي الاولى. نتوما راني خيطتها ها هي مخيطه. كندير السكوتش للعبده حيت بابي الزو كتهرب العبده كتعاود تخرج كنستوبيها بالسكوتش. شتي كيف كندير لها؟ كندير لها السكوتش باش تستوب. كندير لها السكوتش للعبده فوالا. اذا هنا ثاني خديت لومونشور ديال الظهر ها هو راه هو هذا لومونشور ها هو خديت ديال الظهر وكتبت الكتف في الكتف وكتبت الظهر باش ما يتخلطوش ليا. وثاني الخياطه راه ما كايناش لهاد الجهه كاين غير هنا حيت غادي نخيطو لومونشور مع الجيلي داكشي علاش هنا ما كايناش الخياطه لداخل. وهنا ثاني كنصوب لونكولور حتى هو راه غو لوفيسو ها هو الو التبطين ديال لونكولور التبطين ديال لونكولور ثاني حتى هو هانتوما تشوفوا الخياطه فين كاينه كاينه في الكتف وكاينه في لونكولور فقط. هنا راه ما كايناش الخياطه حيت ما عندناش معاش تشد ما عندناش دوبلور اذا كندير بحال هكا. من بعد كنطوي على جوج باش يولي عندي بياسه كلها مسدوده من هنا. كنطوي على جوج وكنطراسي ثاني في الجهه الاخرى شفتوا انا طراسيت في الجهه الاخرى ها هي وقطعت كنقطع هو الاول هذا كنطراسي في الجهه الاخرى حتى كنقطع هذا نطراسي في الجهه الاخرى باش يخرج ليا. راه قلت لكم هاد لون فورم ديال لون كولور راه تشوفوه شحال من خطره راه ديما كاين محدد الظهر مسدود راه ديما كاين بهذه الطريقه هذه. صافي ملي غنوفيت كلشي ما بقى لي دابا غير نخيط. اذا هنا ردوا البال راني كنخيط لكم البابي سوا بالطريقه ديال الثوب. الطريقه باش نخيط الثوب كنخيط به بابي سوا. اول حاجه كناخذ الظهر كنسرح الظهر لوجه الفوق. قلت لكم بانني كناخذ الظهر بطريقه بالجهه اللي كتبري هي الوجه والجهه اللي مغلوقه هي الكفه لوندوا اي لونفير لوندوا اي لونفير ها لونفير ها لوندوا. اذا هنا كناخذ البياسات هادو اللي خديت ديال الامام وكنخيطهم في الكتف كنخيطهم من الكتف هانتوما لصقت هذه في الكتف الكتف مع الكتف ولصقت هذه الكتف مع الكتف شفتوا. الوغ المرحله الثانيه ماشي راه كاين اللي غادي ياخذ هذا الامام هذا يلصقوا مع الطرف ديالو الاخرين يشدوا ويلصقوا هكا ويلصق هذا ويلصق هذا من جناب. لا هذيك الطريقه ثقيله وفيها الوقت ضائع وما فيهاش اون بون فينيسيون. لا بون فينيسيون هي هذه. اذا شوفوا اون تري بون فينيسيون راه ديما كنوريكم انا الطريقه باش البياسه تخرج نقيه. اذا ملي كنخيط هكا بهذه الطريقه هذه والوجه عندي لداخل كنرجع الوجه الفوق باش نفهم كيفاش غادي ندير. كنرجع هكا شوفوا انتم تبعوا معايا مزيان تبعوا معايا مزيان كنرجع هكا الوجه هكا ندير ثاني هكا مزيان ونهرس الكتف. علاش؟ باش التبطين راه كنقلبو على الوجه. التبطين كيدار على الوجه باش يتخيط. واش كنقلب؟ كنقلب ثاني نخلي جوج سنتيم ديال الصدف ونهرس من هنا هاكا نهرس في هذا الخط هذا ديال الصدف هذا راه الوسط وهذا الصدف نهرس من هنا. ملي كنهرس من هنا هاكا باش البياسه تمشي ليا مع لون كولور ديال الجهه الاخرى وكنجيب ثاني الجهه الاخرى حتى هي بحال هكاك نفس الطريقه ونهرس من هنا ملي كنهرس هادو بجوج كنجيب التبطين ديال الظهر باش نعرف كيفاش غنحطو باش ما نغلطش فيه. اذا هذا ثاني راه الوجه كيتحط ثاني على الوجه بحال هكا. اذا عندكو راه التبطين خصو يتشد هكا يتشد هذا مع هذا هو الاول الى عقلتو. راه كنت درت لكم نفس الطريقه في الموديل اللي فات
كنعاود نقولها لكم لان سي اون تري 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 بون فينيسيون. الخدمه كتخرج نقيه بهذه الطريقه هذه. اذا هنا شفتوا راني تبدت دافونس باش تفهموا. هنايا قلنا ملي كنهرسوا على هذا الخط ديال الصدف ماشي ديال الوسط، الا جاب الله غلطوا راه الا جاب الله غلطوا هرسوا على هذا الخط في بلاصه هذا، راه ملي غتقلبوا غيجيكم هذا الطرف ما غاليش في لونكولور مع الطرف تحتاني، وغتقولوا راه اذا انا غلطه. اذا هنا ما تخافوش، يعني تغلطوا في الخط اللي خصكم تهرسوا عليه وهرسوا على هذا راه ما غتجيكمش هي هذيك. اذا ها نتوما كتلاحظوا كيفاش كتجي لا فينيسيون، لان اهم حاجه هي لا فينيسيون ديال لون كولور. لون كولور سيكون مفيني مزيان. شوف انا دابا درت لكم فنيت ولكن راه باقي ما خيطتش، شديت عيب الفنيت هكا هكا. هنا كتسرحوا لي كوتور ديال التبطين ديال الظهر مع التبطين ديال الامام، كتسرحوا لي كوتور وتسرحوا لي كوتور حتى ديال التحت ديال الفيتمون ديال الجيلي باش يمشيو مسرحين ما يعطيوش بزاف ديال الغلط. ها نتوما ثاني شديت هنا الوسط مع الوسط، وهنا غتمشي الخياطه هكا 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 وتمشي حتى للجهه الاخرى حتى لهنا. شي ملي كتمشيو حتى كتخيطوا هاد الدوره هادي كلها ديال التبطين، كتاخذوا المقص وكتقطعوا ثاني الكونطاج، يعني كتكونطيو ديما الحاجه اللي كتكون مبطنه، راه ما يمكنش ليا نجي نقلبها وهي هكا فيها الغلط، ما يمكنش، خصني ديما نقطع باش تجيني ناقصه في الغلط. هكا نقطع، انا ما غاديش نقطع بزاف لانه باقي ما خيطتش، كندير بحال هكا كنخلي غير واحد نص سنتيم ونقطع الباقي. شفتو وسرتو هنا في لي كوان خصكم يترشموا هكا حتى لكوان هكا الكونطاج حتى لكوان هكا. شفتو تمشيو حتى لكوان مزيان باش يتقلب لكم نقي. اذا ملي غتكونطيو هكا بالمقص وتكونطيو وتقلبوا ثاني تبطينا غادي تقلب بحال هكا كله، راه يخرج لكم لونكولو كله فيني مزيان. ملي غيخرج لكم فيني انا حيت ما يمكنش ليا نقلب باقي ما خيطتش، غتجيبوا هذا الطرف هذا ديروا ليه بحال هكا. نقولوا حنا بان راه صافي فيني لونكولو فيني، وغتحطوا هاد الرشمه ديال الصدف فوق الرشمه ديال الصدف ليمن على اليسار، العيالات كيسدوا ليمن على اليسار. اذا نحط هاد الرشمه مع هادي ونشدها بفنيته. انا دابا راه خدامه معكم بهذا القلوب، ولكني انتوما راه ملي غتخدموا غتفهموا. اذا غندير بحال هكا ونشد هاد التراساج مع هذا ونخرج باش تخرج عندي جوج سنتيم هنا وتخرج عندي جوج سنتيم هنا، ندير بحال هكا. علاش؟ باش هاد البيانسة هادي اللي غتكون لتحت هاهي راني موطيتها غير بالفنيت، باش دائما نقتصدو الوقت وما تكونش لا فيديو طويلة. هانتوما هاد البياسة ديال الوسط درت لها البياسات اللي غيكونو في الجانب. شتو هو داك الجانب؟ ها هو الجانب، ها هو والجانب، ها هو شتو. وهادو هادي راه البياسة ديال الوسط، غادي نخيطهم مع بعضياتهم. ملي غنخيطو مع بعضياتهم عاد غادي نجيب هكا هاد البياسه وهي مسدوده هكا باش نمونطيها مع هادي، ونرد البال خاص هادي تكون كفا مع كفا كفا مع كفا بحال هكا، ونجي ونلاقي هكا لا كوتور مع لا كوتور بحال هكا، ونمشي غير بشويه عليا بشويه عليا راه تخرج هي هي هاديك. وهنا هاد الخط اللي في الوسط يجيني مع هاد الخط ديال الوسط ديال الامام، ندير هذا الخط مع هذا راه غيجي هو هذاك. وتمشيو تما وغاديين غاديين غاديين حتى تمونطيو هذه البياسه مع هذه بحال هكا. ملي غتمونط هذه مع هذه راه كملتو الامام، حيت الامام هو اللي فيه الخدمه. صافي هذه هي الطريقه اللي غتجيكم فينيه مزيان. ملي غتكملوا بحال هكا غديروا ثاني بحال هكا وتقلبوا ثاني البياسه لوجه الداخل باش تخيطوا الجانب مع الجانب. باش تخيطوا ثاني الجانب مع الجانب هكا 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 حتى هنا، وتخيطوا الجانب مع الجانب، وعاد غتاخذوا
هادو ثاني راه درتوها في الدرس اللي فات، راه نفس الخدمه، غتقلبوا البياس على وجهها وغديروا التبطين ديال لي زومونشور، هو اللي غادي يبقى. اذا هنا غادي نحبس معكم هذا الدرس حتى نكمل انا هذه الخدمه في الدرس المقبل ان شاء الله، وندخلوا للموديل الجاي ان شاء الله. وهذه القضيه راه كاينه اللي قالت لي الله يخليك استاذ، هذوك لي بانس ديروهم لينا في الدروس، راه هما هادو راه الدروس ديال هذوك لي بانس. يعني كنت درت لكم قصه الاميره ديكو برينسيس بلا بانس بالبانسا ديال الصدر، البانسا الاساسيه، ودرت لكم في هذا الموديل هذا خدينا البانسا ديال الجانب، البانسا ديال الجانب، وخرجنا من هذا الموديل هذا اللي فيه بانسا ديال الجانب وقطع، عنده بانسا ديال الجانب وقطع. في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نديرو بانسا في سميتو بانسا في الكتف، غتكون بانسا ان شاء الله في الكتف في الموديل الجاي ان شاء الله. اذا كنودعكم وحتى الدرس المقبل ان شاء الله.